حار ديال الرباط ديال اقامه الصباح، لقينا كلاب دار الله تدور عامره بالجدام والجداري وتتعوم في البلاصه تعوم فيها الوليدات. ساكنين اشخاص مدمني الخمر والمخدرات، ساكنين كيفتاشوا الكارطون وتيتغطاو بالكارطون ومعمرين الدنيا تما سوفاج، القراعي ديال الخمر، القراعي ديال اش نقول لك، هذا الرباط هذا يعني غادي نقول شي كلمه غتقيد الرباط، خاص على الاقل المواطن يحس براسو في الرباط لا اقل ولا اكثر. مي كون كانت شي بلاصه بعيده مثلا على العاصمه الانسان غادي يقول وراه بعيده كذا، هنا راه كلشي كاين. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو انه الناس ديال الوقايه المدنيه اللي عندهم هنا العتاد كله في الرباط، يعني العتاد ديال الوقايه المدنيه من المسائل اللوجستيكيه من مسائل يعني داكشي اللي كاين في البلاد راه كاين في الرباط. ملي قلنا لهم سيروا شوفوا لي ناس، سميتو قال لك راه خصنا تا ندارسوا الوضع مع السلطات وكذا ولي كوموندو ديالنا وهادي عاده باش نمشيو نخرجوا. وهاد ولد هذا راه الناس دابا يعني عرفوه مات، ولكن بغاو الجودة، بغاو يحسوا بانهم راه مواطنين مغاربه، عندهم واحد المؤسسه سميتها الوقايه المدنيه اللي غادا دير لا لو ماكسيموم بوسيبل باش تمشي تجبد هذاك الشخص، والا راه شنو هي الوقايه المدنيه؟ ماشي المدنيه اللي غادي حنا صافي اللي عطى الله عطاه، مادام البحر سوفاج ما فيش، ملي ممنوع يكون فيه واحد الموجه يقول لي ما ودي دوز انت سير رجع عليه، دوز انت راه ما كيعوموش هنا، دوز انت راه ما كيعوموش، واش ممنوع وتيعموا فيه. انا دابا مشينا كنتسناو النهار كامل تنتسناو في الجوده تلاح، مشينا لقينا تقريبا واحد 500 ولا 600 ديال الدراري الصغار تيعوموا وحداهم الكلاب عامره بالجدام والجداري، واش هادي ما شاء الله وصار، انا لله وانا الى راجعون. من هذا المنبر انا اللي تنعرف انا هو تنعرف بان الجهاز ديال الدرك الملكي هو اللي عنده تدخلات في المستوى، يعني كون كان دابا هاد القضيه هادي خداها الجهاز ديال الدرك الملكي ما بين عشيه وضحايا تجبد السيد، ولكن الوقايه المدنيه عبرات على الفشل ديالها في هاد القضيه. وما كاينش مع من تهضر، هي جوج تتسنى. مشينا دابا نهار كامل حنا مشينا تما بحال راه ما واقع حتى حاجه، بحال هذاك الوليد ما مات، ما كاينش تحسيس حتى شي جمعيه كاع اللي تمشي تحسس هذوك الوليدات، جمعيه ديال ديال المجتمع المدني اللي سمعت الخبر بان راه واحد الوليد مات يمشيو تما يقولوا ها عباد الله حنا كمساهمه منا حنا مؤسسه غير حكوميه جمعيه وياكم تمشيو تما راه كاين بوعو مثلا هذيك البلاصه تيغرقوا فيها عندك بشتا. ما كاينش بحال شي حاجه ما كاينه عمر شفت ما طلعت، رغم ان هذا الوليد راه محن والديه راه قلوبهم دابا راه تيكيو الدم، حنتي كانوا تيتمناو فيه وما تيدويش هذا الولد، الغريب ما تيدويش، واحد الكاتوم ما كيدويش كيشد السداري، ولكن هو دماغو سبحان الله العظيم كيعطيك كلمات لهذوك الدري ديال الوينر ديال لازير طراز ديال هو اللي تيكتب الكلمات هو اللي تيدير كل شيء سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. شنو غنقول لك، نطلبوا من الله سبحانه وتعالى تبان شي حاجه هاد اليومين هادي هاد الوليد يديروا شي بادره هادو على الاقل بعدا يسمعوا هاد النداء على عبر منصه شوف تي في هاد الناس ديال الوقايه يسمعوا هاد النداء هذا ويمسحوا هاد العار هذا اللي داروا يعني بمعنى الكلمه يمسحوا ونحسوا حنا بان هذاك الوليد راه ملي سمعوا هاد النداء عبر شوف تي في راه مشاو داروا واحد البادره باش حنا نحسوا بان راه كان وقع وشكرا.